وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، لقد وضعت الملكة الملقحة في هذه الخلية كما شاهدتم من قبل. كانت هذه الخلية بجانب الخلية الأخرى لأنها قسمة جديدة، وحولتها الآن بمسافة متر إخواني الكرام، وهذه الخلية 0.4. فعندما فتحتها اليوم وجدت بأن الملكة قد وضعت البيض، فلهذا دائما أقول لكم إخواني الكرام بأن هذا الوقت يجب عليكم أن تكونوا لديكم، لأنني دائما أقول لكم إخواني الكرام لأن في هذا الوقت يجب عليكم أن تكون لديكم ملكات ملقحة، وذلك لتسريع العملية، فربما لا تتلقح الملكة في هذا الوقت وتخسر القسمة أخي الكريم، فلذلك يجب عليك أن تكون لديك ملكات ملقحة. أنا هذه الملكة وضعتها الآن مدة 4 أيام، يعني تقريبا مدة 4 أيام، ووضعت لها ملكة ملقحة. انظروا إخواني الكرام، هذا في ظرف 3 أيام، انظروا لقد وضعت البيض. لا أدري إن كنتم تشاهدون أم لا، لأن الكاميرا ليست جيدة إخواني الكرام، فلذلك قلت لكم قوموا بدعمي لكي أشتري كاميرا جيدة إخواني الكرام وتشاهدون كل شيء بالتفصيل. لا أدري إن كنتم تشاهدون أم لا، بيض عمر يوم، وكذلك يرقات إخواني الكرام، هذه هنا يرقة. هذه هنا إخواني الكرام يرقة، وهذا بيض عمر يوم. انظروا بيض عمر يوم ويرقات كذلك عمر يوم إخواني الكرام. الإطار بالكامل وضعت فيه الملكة البيض من الجهتين اثنين إخواني الكرام. وكما قلت لكم هذه الملكات التي عندي هذا العام تختبئ كثيرا، لا يمكنك حتى أن تقوم بمشاهدة. انظروا إخواني الكرام كيف يتساقط النحل، فلكي تقوم بالقسمة يجب عليك أن تكون لديك نحل كثيف، لا تقوم بوضع إطار فيه قليل من النحل وبعد ذلك تقول بأن الملكة لم تتلقح، قامت الخلية بالتكذيب وكذبت. لذلك دائما أقول لكم يجب عليكم أن تقسموا لنحل يكون نحل حاضن بكمية كبيرة وكذلك نحل سارح. الملكة كما قلت لكم إخواني الكرام تحب دائما النزول إلى أرض الخلية، ما أدري لا علينا، المهم وجدنا البيض إخواني الكرام. مدام وجدنا البيض يعني الملكة موجودة، لا داعي للتفتيش أكثر، ربما نقوم بقتل الملكة، يحدث شيء. المهم إخواني الكرام بأن العملية نجحت ووضعت الملكة البيض، سأنتظر هنا لمدة 4 أيام حتى يقوم النحل بغلق العيون السداسية، وبعد ذلك أقوم بإضافة إطارات أساس لهذه الخلية، وأيضا أقوم بدعمها بحضنة مغلقة. عندما أقوم بدعمها بحضنة مغلقة، هي الآن متكونة من 3 إطارات إخواني الكرام، عندما أقوم بدعمها بحضنة مغلقة، وكذلك توجد حضنة مغلقة من الإطارات التي وضعت فيهم الملكة البيض، ستصبح الخلية قوية إن شاء الله في ظرف
15 يوم إخواني الكرام، وستصبح الخلية قوية جدا. المهم إن شاء الله سأقوم بإضافة لها إطارات حضانة مغلقة، وضع لكم الفيديو، سجل لكم الفيديو، وتشاهدون كل شيء بالتفصيل إخواني الكرام. هذا التقسيم يكون في هذا الوقت، إذا كانت لديك ملكات ملقحة فالتقسيم في هذا الوقت أحسن، إذا كانت لديك ملكات ملقحة. ولكن إذا لم تكن لديك ملكات ملقحة فربما نسبة تلقيح الملكة لا يكون جيدا أخي الكريم، ربما لا تتلقح وتخسر القسمة. فلذلك أنصحكم دائما بالتقسيم بالملكات الملقحة في هذا الوقت. إلى هنا انتهينا من الشرح إخواني الكرام. من لديه سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.